وفي الأحوال الجوية والطقس، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس ربيعي معتدل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعلى عدد من العواصم العربية والعالمية.